هلا مجرد ما انتم حصلتوا على الحساب، طبعا شغلته بسيطة يعني، بس انتم فتحتوا الايزر، عملتوا بحث على مايكروسوفت على الايزر او فتحتوا على البورتال دوت ايزر دوت كوم وفتوا عليه، بيعطيكم شيء اسمه ستارت فور فري او تراي فور فري، بتكملوا عليها بيقولكم انه انتم لازم تحطوا تعملوا حساب مايكروسوفت او يعني بريد او حساب مايكروسوفت اكاونت نفس تبع الهوت ميل يعني. بتكملوا فيه تعملوا ساين انه كل شيء بعد منا بيقولكم انه لازم يكون عندكم كريدت كارد، فبتحطوا بس معلومات الكريدت كارد. في مواقع بتعطيكم كريدت كارد وهمية بس انه تكون شغالة يعني، بس مشان تكملوا الشغل تبعكم، او اذا ممكن تحطوا كريدت كارد فاضية او شيء. على كل الاحوال انتم بالنسبة لكم اذا حطيتوا معلومات كريدت كارد تكون مثلا ما فيها اوتوماتيك او ما تفعلوا فيها دفع تلقائي، ما بيأثر يعني. لو اجى هو وخلصت المدة انتم فيكم تحطوا وقت معين تذكرة انه انا بهالوقت هذا لفدة فري ترايل بيريود تبعي بتنتهي بعد سنة مثلا، مثل الوقت هذا بعد سنة، فانا بحط تذكرة لبعد مثلا خلينا نقول 3 شهور 6 شهور او بعد سنة يعني اقل شوي، بحيث انه انا ما يمضى علي السنة دغري بروح بعمل كانسل للاكونت او كانسل للسبسكريبشن وما بياخذوا مني اي شيء، انا بجربها شخصيا يعني وما بيسوي اي شيء، بيعمل لكم كانسليشن واموركم كلها تمام، ما بصير اي شيء يعني، لا بيخصموا شيء ولا شيء. بس اذا ما جددتوا او اذا ما عملتوا كانسليشن بيسالوكم، هن بيعطوا لكم ايميل انه انتم بدكم تكملوا تجددوا ولا كنسلوا، فإذا ما كنسلتوا ما رديتوا ممكن كمان هو كنسل لحاله، لكن بشرط ما يكون في الاوتوماتيك بيمنت موجودة بالكريدت كارد اللي بيخصم لحاله. هلا الشاشة الرئيسية تبعه هو الايزر، شو هو عبارة عن منصة من شغل مايكروسوفت عن طريقة بتم انشاء فيرتشوال ماشينز وفيها كتير خدمات، هي معتمدة أو هي بتقدم خدمة اسمها كلاود كومبيوتينج اللي هو خدمات استحابية. يعني أنا بدل ما أروح أجيب كمبيوتر عندي أو أجيب سيرفر عندي، ومو بس موضوع كمبيوتر موضوع سيرفر، حتى أنا كشركة بدي أحط سيرفر عندي، بدل ما أروح أشتري سيرفر هاردوير وأحط حقه وأتكلف وأجيب، والله إذا كان عندي كهرباء تقطع أجيب UPS حطه عندي وأقعد بقى أهكل هم موضوع الهاردوير، انضرب الهارد انضرب تغيرنا الهارد سوينا عملنا عملنا الانستليشن ومدري شو القطع وكذا ومشاكل وقصص، لا بروح لعند مايكروسوفت. طبعا في غير مايكروسوفت بس يعني هي مشهورة جدا الخدمة عندهم، بشترك عندهم منه أنا بموضوع الأزر. الأزر ممكن تخدمني بنقطة اللي هي الـ Virtual Machine، فهي عبارة عن داتا سنتر شرحناها نحن من قبل، تجمع أو مركز بيانات، وبقلب منه بيكون سيرفرات وكمبيوترات بيخدموا عن طريق الشركات يعني، بيخدموا الزباين تبع الشركات من عملاء تبعهم. بقلب منه أنتم بتكونوا حجزتوا مساحة أو حجزتوا سيرفر خلينا نقول او جزء من سيرفر، بحيث انه انتم تعملوا ريسورسز تبعكم عليهم وتطبقوا، او اذا كان شركة فانتم فيكم تشتغلوا عليهم بدل ما انه تجيبوا اجهزة عندكم على المكتب بتحطوا الاجهزة هناك بتشتغلوا عليها مباشرة وكأن الاجهزة عندكم، بس بيلزمكم اتصال انترنت. فانا عندي شيء اسمه فيرتشوال ماشينز، لما بيجي لهون انا بفوت طالع الشاشة عندكم صح؟ يستطلع. هلا بيجي بعمل كرييت، فبيقول لي هو بقول له انا هلا بشكل طبيعي ازر فيرتشوال ماشين. الفيرتشوال ماشين هاي مثل نفس المبدأ اللي انا عم بشتغله، شو السيستم اللي بدي انا اساوي؟ فشايفين هون بخليني انا هون اذا قلت له سي اول ايميجز بيعطيني، هلا بتشوفوا الليستة تبع الايميجز الموجودين، شايفين كل هدول اللي طالعين قدامكم، كل هدول هن عبارة عن أنظمة أنا فيني أنزلهم عندي. طبعا شوفوا كم صفحة عندي، 232 صفحة، فأنا فيني أنزل عليه مثلا مايكروسوفت ويندوز 7 ويندوز 10 ويندوز سيرفر ابونتا سيرفر اللي حكينا عنه من قبل، ريد هات انتربرايز، الاس كيو ال سيرفر، سنت او اس اللي هو لينوكس، الفيجوال ستوديو، الديبيان كمان لينوكس، سنت او اس لينوكس كمان نفس الشيء، ويندوز 365 انتربرايز كلاود بي سي، يعني
كتير أنظمة أنا فيني أنزلها واشتغل عليها. طيب هلا إذا أنا بدي فوت جرب، فاني أنا ببساطة أروح أختار الشي اسمه السيستم اللي بدي اياه. انا على شو عم اشتغل هلا حاليا؟ على ويندوز سيرفر. فبجي لهون انا بقول له بختار اول شيء، طبعا سبسكريبشن تبعي هو بيكون انا محدده وقت بشترك، فهو رح يحدد لي اياه. طبعا ممكن هلا هون انا لان عم استخدم ايميلي الجامعي، فهو عاطيني اياه الازر سبسكريبشن تبع الستودنتس. ممكن انتم لا يعطيكم يعني خيار تاني او سبسكريبشن مختلف تاني يعني. الفيرتشوال ماشين نيم، طبعا انا قبل بدي انشئ في شيء اسمه ريسورسز جروب او ريسورس جروب. هلا هي الازر الى خلينا نقول وضع مختلف شوي، او الى نظام مختلف عن الانظمه العاديه. يعني هون انا عندي مو بس اني فيني اخذ سيرفر اشتغل عليه، في الى متطلبات لازم انا افهمها. ريسورس جروب مثل ما كاتبين لكم هون انه a container that holds related resources for another solution. انه انا عندي مني الريسورس جروب هي مثل هي وعاء او مكان انا فيه بحط بقلبه منه الشغلات، او خلينا نقول الريسورسز اللي انا عم ساويها، سواء كانت فيرتشوال ماشين او غير فيرتشوال ماشين. مثل ما حكينا احنا الازر بتقدم خدمات كثيره، يعني مو بس فيرتشوال ماشين وخلاص، لا في كثير شغلات بتقدمها كمان. هلا خلينا نعمل مثلا تيست جروب مثلا، هاي بس نأشياء مرة واحدة. هلا الفيرتشوال ماشين خلينا ناخذ تيست داش سيرفر. اوكي الريجن عندي انا وين المكان اللي انا بدي احط عليه او اشتغل عليه انا فعليا، فهو عاطيني عدة أمكن. طبعا هذا شو بيهم بيفيدني؟ بيفيدني بس بمجال السرعة شوي، انه انا حاتصل ريموت ديسكتوب عليها للسيرفر هذا او الفيرتشوال ماشين، فكل ما كان موقعها قريب مني كل ما كان اسرع شوي الشغل. طبعا بالنهايه الموضوع يتطلب مو بس هاي الشغله، كمان يكون اتصال الانترنت عندي قوي بما فيه كفايه لكن حتى يقدر يشتغل معي. تمام هلا عندي شيء اسمه زونز هون، فالاماكن هدول الزونز هن كمان مثل خلينا نقول تقسيم ل يعني اجزاء ضمن الحساب تبعي ضمن الازر. طبعا مثل ما حكيت انا الازر بنيته الهرميه ضخمه ومعقده شوي، ف يعني في لها شغل منفصل لحاله يعني. هلا السكيورتي اذا كان انا بدي اضيف سكيورتي اعلى بمستوى اعلى، فانا فيني اتحكم فيها من هون. اذا كان مثلا البيزك ليفل اللي هي الليفل العادية نورمال، او مثلا بروتكس عم يحط لك هون بريزنت اجينست اتاكس اون جنريشن 2 فيرتشوال ماشينز. مثل ما نحن ما بعرف اذا انتم سمعتوها من قبل او لا، اكتشفوا ثغرات امنية ببعض المعالجات اللي جاية من شركة انتل. فلما الهاكرز هدول اللي قدروا يكتشفوا هي الثغرات الامنية، ممكن انه يقدروا يفوتوا عن طريق بعض الأوامر اللي بيفهمها المعالج تبع أنت اللي بيدعمها، إنه هن يخترقوا الأنظمة ويخترقوا السيرفرات هاي. فهون عم يقولكم إنه إحنا ممكن نضيف سكيورتي ليفل أعلى بحيث إنه يتم حماية الفيرتشوال ماشين. طبعا هذا الحكي مين اللي بيهتم فيه أكثر شيء؟ بيهتم فيه الشركات اللي هي فعلا حتحط الشغل تبعها على السيرفرات هدول. أنا حمشي الأمور بشكل طبيعي الستاندرد. هلا حنجي لهون حناخد له ويندوز سيرفر. في عندي عدة أنماط أو عدة أنواع من ويندوز سيرفر، ممكن هاد ممكن هاد ما في مشكلة، المهم أنا شغال عليه هلا حاليا هو 19. هلا هون عم يقلي للوكيشن هاد غير متاح. طيب خلينا ناخد لوكيشن تاني مثلا أقرب علينا شوي، ميدل إيست مثلا. هو احيانا ممكن يكون على حسب ال شو اسمه على حسب ال generation تبع ال image انه هو بيدعم السيرفر الموجود هنيك او لا. صراحة هي شغلة جديدة يعني، ما كانت من قبل، ما بتذكر اني واجهتها، لكن خليني اشوف.
الكولابريشن وان انا بس بدي يعني اورجيكم كيف انه انتم فيكم تستفيدوا من هاي الخدمة. غريبة طيب. عموما ما في مشكلة نشوف شو، ما بعرف ما فهمت ليش أنا ضل هيك آخذها. مع العلم بشكل عادي إنه لازم يكمل، يعني لازم ما يأثر هذا الشيء، لازم يكمل بشكل طبيعي. يعني أنا شغال عليها من قبل، بس هي ميزة جديدة. ما كانت هيك يعني صراحة، كنا نجي لهون ناخذ نختار السيرفر ونكمل، يعني حتى ما كنت دقي على على الريجن من هون، كنا نكمل نخليه ديفولت حسب ما هو ياخده وكمل. ما كنت دقي زيادة، بس على ما يبدو ضافوا شروط جديدة هلا من جديد أو دقوا الموضوع أكتر. لا ما مشكلة. المهم هلا الغاية من هذا الحكي، هلا أنا هون بيجي بحط هدول المعلومات بعبيهم ماشي، وبقول له نيكست ديسك، بختار بعدين الديسكات إنه أنا بدي مثلا حجم الهارد قديش، بعمل له تقطيع أو بعمل له ريد 01 ريد 5 كذا، مثل ما شفنا إحنا محاضرة سابقة. بس خلصت في عندي شيء اسمه ريفيو أند كرييت، بس كسابت الكرييشن هاي تبعها شو بصير؟ بصير بقى بنزل لي ال فيرتشوال ماشين، بظبط لي السيستم عليها هو، بعدين بيعطيني اي بي، بيقول لي باستخدام هذا الاي بي انت صار فيك تتصل وتعمل ريموت ديسكتوب وتشوف تشتغل عليها لل فيرتشوال ماشين. فكيف انا هلا هون شغال فيرتشوال ماشين وفاتح معي الويندوز وعم بشتغل عليه طبيعي، هيك بصير نفس الشيء. فبصير انا بس باخذ الاي بي هذا وبروح على خدمة بالويندوز موجودة بكل أنواع الويندوز تقريبا، اللي هي ريموت ديسكتوب. إيش من هون أنا بكتب ريموت ديسكتوب مايكروسوفت أو ريموت ديسكتوب كونكشن، أو من ستارت بعدين باخد رن بقول له ام اس تي اس سي، ام اس تي اس سي. إذا أنا كبستها شغلت على هاي بيعطيني هون، أنا بحط الأي بي تبع الجهاز يلي تبع الفيرتشوال ماشين اللي اعطاني اياها الايزر، بس حطيت الاي بي هون اتصلت بيفتح معي مثل ما كنتم شايفين هون هيك طبيعي. وبصير بقى انا طبعا هو بيعطيني يوزر نيم باسورد بحطهم بفوت، انا فيني اعمل هون بقى الاكتيف دايركتوري، فيني اشتغل كل الشغل اللي نحن اشتغلناه وغيره عليه. وطبعا في نقطة انه هو بصير بيحسب لي الوقت، يعني انا مثلا شغلت الفيرتشوال ماشين اليوم لمدة نص ساعة مثلا او ساعة، اوكي فهو بيحسب قديش مدة الساعة هاي بخصمها من المبلغ اللي عاطيني اياه هو $200 اللي هو فري كتيست، تمام. فبيعطيني انه انت باليوم الفلاني مثلا تم خصم مثلا $5، ليش انت شغلت فيرتشوال ماشين لمدة ساعة مثلا، وهكذا. بس يخلص المبلغ هذا بيعود بقى هو بيقول لي انه خلص المبلغ بدك تجدد، اذا ما خلص اذا خلص قبل المدة اللي هو عاطيني اياها. هلا باستخدام الازر، الازر وقت انا بستخدمها مثل ما حكينا انه فيني اشتغل عليها سيرفرات هي وساويها،
صار انا ما عاد بدي بقى اني اجيب سيرفرات لعندي على المكتب، خلاص سيرفراتي صاروا موجودين عند مايكروسوفت. صار هلا اي مشكله هاردوير بتصير مايكروسوفت الفريق الفني تبعها هن بيقوموا باصلاحها. طبعا هذا الحكي انا ما بحس فيه كاند يوزر، ما بحس فيه، ما بشوفه. انا هلا شغال على سيرفر، الله اعلم هذا السيرفر كم هارد بقلبه كفيزيكال، كسيرفر نظامي. ممكن اليوم يعطي رسالة ايرور الهارد رقم 10 انضرب. اوكي، في الفريق الفني الموجودين هناك بالداتا سنتر هنا بيشوفوا انه الهارد هذا انضرب، بروحوا بيفكوه بيحطوا هارد ثاني وبيكملوا. فانا بالنسبة لي ما بشوف اي شيء ولا بيطلع عندي اي مشكلة، اموري بتضل شغالة 24 على 24، السبورت عندي شغال تمام، السيرفرات اب اونلاين، امورهم تمام كلياتها. هاي الميزات اللي انا بيعطيني اياها الشغل على هيك منصات. هلا بنيجي لناحية التكلفة، إذا بيجي واحد لعندي بيقول لي طب هاي مو مكلفة أكتر ما أنا أجيب سيرفر، يعني برو أنا بشتري سيرفر بحطه عندي بالمكتب وخلصت السيرة، يعني ليش لا أضلي عم بدفع اشتراك شهري؟ أو في بعض الأحيان اشتراك حسب اليوزر، فأنا ممكن يكون عندي بدي أستخدم عندي مثلا 30 يوزر، ف30 يوزر ضرب والله بالشهر في عندي مثلا 10 دولار، فعندي مثلا 10 دولار باليوزر الواحد ضرب 30 عندي 300 دولار بالشهر الواحد أنا لازم أدفعه مشان استخدم هاي الميزة لها 30 يوزر اللي عندي. اجاني يوزر جديد، اجاني موظف جديد كمان بدي افتح له حساب وادفع له 10 دولار شهريا. هاي مثال يعني، انا مو بالضرورة هيك السعر يكون لكن مثال. طب بيجيني واحد بيقول لي طب انا ليش رح اروح اتكلف التكاليف كلها، بجيب سيرفر بحطه عندي وخلصت سيرة واموري كلها بتضل شغالة وبدفع حقه مرة واحدة. والصح الحكي، لكن في نقطة انه هون في مزايا ومساوئ، وهون في مزايا ومساوئ او محاسن ومساوئ. المحاسن تبع اني انا اشتري سيرفر اني انا خلص دفعت مرة واحدة والسيرفر عندي موجود، الداتا تبعي موجودة عندي ما موجودة على سيرفرات برا. اذا صار اي شغلة بالسوفت وير الداتا عندي موجودة ممكن انا مثلا اسحبها. طبعا هن ازر بيعطوا مجال انه الواحد يسحب الداتا وكذا، لكن الاصل انه اذا مثلا الواحد ما قدران يسحب يعمل داونلود بسبب والله الانترنت عنده بطيئة مثلا، بينما لو كان عندي لوكال انا فما في انترنت بالنص فاموري شغالة، بتقدر بحط يو اس بي او هارد بسحب الداتا من عليه. ما في دفع شهري، خلص انا مرة واحدة دفعت وخلص السيرة اموري ان شاء الله ضليت 10 سنين ما بدفع ولا زيادة. المساوئ انه انا بدي انسأل وكون عليه عاتقي مسؤولية الصيانة تبع الأجهزة هاي، انضرب هارد، انضربت رامات، صار في مشكلة بالسيرفر كهاردوير، بدي أجيب له كمان يو بي اس هذا جهاز تبع مانع انقطاع التيار مشان إذا قطعت كهرباء فجأة ما تفصل الشبكة عندي مني وما يفصل السيرفر ينطفي. فمشان هيك بدي أتكلف حق هاردوير إضافية وتكلفة صيانة، يجيني حدا يعمل لي صيانة دورية كل فترة. فالموضوع يعني خلينا نقول نسبي، يعني اما انا بشوف انه احسن اني اجيب حدا او اتكلف هذا الشيء، او انا روح على ايزر واقول لهم والله انا بدي حساب عندما يكون ادفع التكاليف هاي. اللهم صل على النبي. هلا امبارح نحن بالويندوز سيرفر ساوينا الاكتيف دايركتوري، ساوينا الدي ان اس سيرفر، عملنا حساب ليوزر جديد اسمه احمد سلام بالكمبيوتر الثاني الكلاينت بي سي، نحن فتنا وعملنا لوج ان باسم هذا اليوزر. طبعا مثل ما حكيت انا ما نعمل لوج ان، نحن طبعا هلا هون انا فيرتشوال ماشين ما حقدر اعمل لوج اوت عشان ما يعني يرد اضطر اكتب مره ثانيه. المهم بعمل هيك، انا وقت بدي اعمل لوج ان بروح بكتب بقلب اليوزر نيم دايت اللي هو اسم الدومين باك سلاش اي دوت سلام اللي هو اليوزر نيم. تمام، هلا وقت انا بحط هذا اليوزر نيم بهالطريقه هي بحط الباسورد بعمل لوجين، فهو بيعمل لي لوجين على الدومين تبع الدايت اللي انا ساويته امبارح. هلا هيك انا اموري صارت شغاله بالنسبه للسيرفر تبعي وبالنسبه للكلاينت بي سي اللي عندي. هلا انا عندي المرحله الثانيه اللي هي اني انا بدي اعمل بوليسي على هذا اليوزر، يعني مثلا شو في عندنا بوليسيز. مثلا اول شيء خلينا بس نشرح بس موضوع بقية الرولز اللي احنا ممكن انه نحتاجهم او لا. نروح من مانج بعدين ناخد اد رولز اند فيتشرز
بعدين نقول له نيكست، نختار السيرفر نيكست. هون في شيء تاني يمكن احنا نحتاجه لشغلنا، مثلا احنا حكينا مشان الدي اتش سي بي سيرفر، فانا هون لح شو اسمه لح اعرف الدي اتش سي بي سيرفر. تمام، شو بتفيدني هي الدي اتش سي بي سيرفر؟ بتفيدني ان هي توزع الاي بي ادريسز. يعني انا هون امبارح لما جيت على السيرفر وحطيت له ستاتيك اي بي، كمان الكمبيوتر اللي عندي الثاني اللي هو هاد، كمان انا شايله هون واعطيه اي بي بايدي. طب انا ما بدي اعطيه اي بي بايدي، بدي اخليه هو ياخذ اي بي. تمام، هون انا حاطط له هون، كاتب لي هون دي اس سي بي انيبلد، حاطط لي هو نو. ليش؟ لانه انا فت على البروبرتيز تبعه، شايفين شلون؟ لان انا جيت لفوت ما خلاني، قال لي انت ما معك صلاحية انك تفوت وتغير الاعدادات هاي. ليش؟ لانه هذا اليوزر ستاندرد يوزر. اذا رحت انا على السيرفر هون، رحت على الاكتيف دايركتوري، جينا على احمد، قلنا له زر يميني، اعطيناه بروبرتيز. من هون بنشوف الممبر اوف عندي دومين يوزرز فقط. دومين يوزرز فقط معناها انه هو ستاندرد يوزر، يعني هذا اليوزر ما بيقدر يعدل شغلات حيوية بالنظام، يعني مثلا مثل الساعة. هاي الساعة لازم تكون معملها سينكرونايزيشن مع ساعة السيرفر، وإلا إذا فصل 5 دقايق أو 10 دقايق هيفصل الجهاز من على الشبكة. فلازم يكون عندي نفس الساعة تماما. هو أصلا بس أنا أعرف الجهاز على الدومين، هو بيعرف وين دومين كنترولر، وبيروح بياخد الساعة منه كل ما يتم الإقلاع بالنسبة للجهاز. فما بيصير أني أسمح لليوزر أنه هو يقدر يعدل الساعة، لأنه هذا الشيء بيأثر عليه شغلات تانية، ممكن يفصل الجهاز من الشبكة، ممكن يصير مع مشاكل. فلذلك هذا اليوزر ما لازم يقدر هو يفتح أو يعدل هاي الشغلة. لكن بعض الشغلات الأساسية مسموحة له، يعني مثلا نشوف الاي بي ادرس. اوكي، هو ما قدامه اشارة الدرع هاي، قدام كلمة ديتيلز، فبكبسها هو بيقدر يشوف الاي بي ادرس، لكن يعدل على الاي بي ادرس ممنوع. ليه؟ لانه اذا عدل على الاي بي ادرس الجهاز بيفصل من الشبكة، وبالتالي بيتعطل ويصير عندي مشكلة. لذلك انا او كمايكروسوفت كويندوز ممنوع انه هو يعدل هاي الشغلة. في عندي ديسيبل، ديسيبل يعني هو بيعمل ديسيبل لكرت الشبكة، بصير هدول بدال أزرق بصيروا رمادي. شو صار هون بهالحالة هاي؟ هو عمل إيقاف لكرت الشبكة، صار كرت الشبكة ما عاد يشتغل. لو إنه الكابل موصول، لو شو ما كان، متى ما انعمل له ديسيبل يعني كأنه أنا سيارة وطفيتها ما عاد تتحرك، خلاص هي شغالة موجودة مفتاح بقلبها وكل شيء، لكن فقط وفيها بنزين وكل شيء تمام، يعني أموره تمام 100%، لكن فقط مو شغالة، مو مدار المفتاح. فهون نفس الشيء، أنا عندي مفتاح موجود وكل شيء لكن مو شغالة السيارة، يعني نفس المبدأ. خلينا نقول هو كرت الشبكة متصل بالكابل وكل شيء لكن غير فعال، فمشان هيك ممنوع إنه هذا اليوزر يعمل هاي الشغلات. هلا إذا أنا بدي أخليه يكون آدمن أو ياخذ صلاحيات إدارية، بحس انه هو يقدر يغير هدول الشغلات، عندي طريقتين. اما اني انا اساوي ادمن على كمبيوتره، وهي انا الطريقة اللي بحبذها اكثر. يعني مثلا في مثلا شركات اشتغلت فيها انا، المدير لازم هو مثلا يكون عنده صلاحيات على كمبيوتره نفسه، بحيث انه هو مثلا حب يعدل شيء، حب يساوي شيء، خصوصا إذا كان مثلا معه لابتوب. يعني هلا أحيانا في الشركة اشتغلت فيها كان المدراء يسافروا فيها كتير، يعني كانوا كل 2 3 أسابيع يطلعوا لهم سفرة، فهنا يروحوا على المطارات، يروحوا على الفنادق، يتصلوا بالإنترنت اللي هم كيف. فأحيانا يواجهون مشاكل إنه والله أنا بكون مثلا إذا كنت عامل ستاتيك أي بي، فهنا ما حيقدروا يشتغلوا هناك بالإنترنت. ليش؟ لأنه الستاتيك اي بي الموجود عندي انا الرينج تبعه غير الرينج الموجود بالفنادق والمطارات اللي رايحين عليها. فبالتالي لازم تكون كمبيوترات مفعل عليها دي اس سي بي، بحيث انه اللابتوب ياخذ اوتوماتيك اي بي من الراوتر الموجود هناك. فانا شو بسوي بهالحاله؟ لما بيجي لعندي انا بحط لهم او الاعدادات تساوي لهم اياها بدون ما اضطر اعمل لوج ان بحسابي، بحسابهم هن فاتين وعاملين لوجين بحسابهم، فوت لهون انا، فوت بعدل الاي بي، بحط ستاتيك وخلص السيره.
لما بدهم يسافروا قبل فترة، قبل بكم ساعة ما يسافروا دغري مباشرة، ما يطلعوا من المكتب أنا فوت لهون بحط دي اس بي وبطلع. طيب كيف أنا حطيت دي اس بي لليمين من هون؟ أنا لحط الباسورد والإلمستريتر وهو فوتني، فبيجي لهون بروبرتيز وبقول له من هون اوبتين اي اي بي ادرس اوتوماتيكلي هيك، وبقول له اوكي. انا بالحالة شو صار؟ صار انه هو جهاز صار ياخذ اي بي من الراوتر عادي، وخلاص بيروح هون بيشتغل بيكمل شغله. فهون اني انا لعادة اقدر اساوي هالعمليه لازم يكون معي صلاحيات اداريه، فانا بدل ما اعطيه حسابي او حساب ادمنستريتر بحس انه هو ممكن بهفوه منه بغلطه منه بخطا يعني غير مقصود انه يفوت على شيء قرنه يعدل له شيء شغله على الشبكه على السيرفر على شيء مكان، لا بعمله بس ادمن على جهازه. كيف بساوي انا ادمن على هذا الجهاز؟ ببساطه بروح على الكمبيوتر. طبعا انا عندي في طريقه هون، هلا مع انه انا عامل لوج ان بستاندرد يوزر فما حتزبط معي من طريق الكمبيوتر اللي هي زر يميني مانج، وإذا رحت على مكان اسمه Local Users and Groups ورحت على Groups، في عندي جروب اسمه Administrators، هدول Local، هدول موجودين على الكمبيوتر وليس على السيرفر، تمام؟ يعني هذا الشيء بتشوفوه بكل الكمبيوترات، مو بس الموصولة بالشبكة أو شيء، لا لا، أي كمبيوتر مستخدمينه موجودة حتى عندكم أنتم. فعندي جروب اسمه Administrators، إذا جيت لهون أنا وحاولت إني أنا أضيف من هون يوزر اللي هو A.سلام، قلت له Check Names، اخذ الاسم قلت له اوكي، هيعطيني اكسس از دينايد. ليه؟ لانه انا اليوزر اللي عامل فيه لوجين هو ستاندرد يوزر، ما بيخليني اني انا اساوي العمليه هي. طب انا شلون بلتف على هي المشكله؟ طبعا انا عم بعطيكم بنفس الوقت انتم عم تتعلموا هالشغلات كمان عم تتعلموا حل مشاكل. بلتف على هي المشكله انا ببساطه، في عندي شيء اسمه مايكروسوفت كونسول. إذا جيت على ابدأ run حطيت له هون MMC، MMC يعني مايكروسوفت مانجمنت كونسول، أو الأفضل من هيك إجي على ابدأ من هون اكتب MMC، شايفين مايكروسوفت مانجمنت كونسول اسمها، زر يميني عليها بال run as administrator، أو من هون باخد run as administrator. هون بحط اليوزر يلي معه صلاحيات. شو معنى هذا الكلام؟ انا بهالحركة شو سويت؟ انا شغلت ال MMC هاي بصلاحيات ادارية، بصلاحيات اليوزر ادمنستريتور. يعني لما انا بدي اشغل مثلا برنامج معين مثل مثلا الايدج هاد او مثل الانرار او مثل الوورد مثلا، لما بجي انا وبقول له انه run as administrator، فانا بكون شغلت الوورد لكن مو اليوزر اللي هو احمد سلام اللي انا موجود فيه، لا، باستخدام اليوزر اللي اسمه ادمنستريتر. وبالتالي بقلب الوورد اذا في شغلات وتتطلب اذونات اضافيه انا فيني اساويها. يعني مثلا خلينا على سبيل المثال اذا جينا هون قلنا له رن ادمنستريتر، قلنا له ادمنستريتر هلا تشوف الفرق شلون. شفنا انا هون هلا انا شغال ادمنستريتر هلا على الوورد، تمام؟ هاي طلعت عندي في مشكلة، ما في مشكلة هلا. اوكي طيب، في عندي هون الابديتس، اذا اجيت لهون لاحظوا انه انا اذا قلت له ديسيبل ابديت ما سوى شيء، عمل لي اياها انيبل ابديت ما حكى شيء. لكن إذا جيت لهون أنا ورجعت شغلت الوورد عادي، قلت عليه مرة تانية ومن هون أكاونت، طبعا لأنه أنا فتت بيوزر تاني فلهيك سألني نفس الأسئلة، من هون أكاونت جيت على الأبديت قلت له ديسيبل أبديت، لاحظوا سألني. هذا الفرق بين انه انا اشتغل بصلاحيات اداريه واشتغل بصلاحيات يوزر عادي ستاندرد. وقت بكون انا في شغله تتطلب اذونات بيسالني اياها مباشره، وقت بكون في شغله ما بتتطلب اذونات ما بيسالني عليها مباشره بيطبق لي اياها.
فهذا الفرق الجوهري بيناتهم. هلا نرجع للام ام سي. ام ام سي انا كان فيني شغله من هون هيك على ستارت ابدا مباشره، ولو ام ام سي هشغل لي اياها، لكن الام ام سي اللي هون مو مثل الام ام سي اللي هون. ام ام سي هي اذا جيت انا سويت اي شيء بس بدي احفظ ما بيخليني احفظ، بينما هون بخليني احفظ لان انا مشغلها باستخدام الادمنستريتور. بجي لهون فايل بقول له اد ريموف سناب ان، ومن هون باخذ شيء اسمه كمبيوتر مانجمنت بقول له اد، هيقول لي انت لاي كمبيوتر بدك اياه، لهذا الكمبيوتر ولا كمبيوتر تاني على الشبكه؟ لا لهذا الكمبيوتر انا بدي اياه. فينيش اوكي، نزل لي كمبيوتر مانجمنت. من هون بفتح لوكال يوزرز جروبز، بيجي للادمنستريتورز بفتحها، ومن هون بقول له اد، وبقول له هون اي دوت سلام ال تو سي او تشيك نيمز، زاد لي اياها بقول له اوكي. اذا قلت له اوكي ما قال لي اكسس دينايت، لكن شو اللي صار؟ اللي صار انه اليوزر احمد سلام نزل ضمن الادمنستريتورز على الكمبيوتر نفسه، يعني لسه احمد سلام ما له صلاحيات على الشبكه. هون انا ما ضفت له جروب هي اسمها ادمنستريتورز او اسمها دومين ادمنز اللي هي الشبكه، لحتى يقدر هو يعدل على السيرفر او يعمل شيء بالسيرفر، ما بيقدر. لكن على كمبيوتره فقط صار يقدر يعمل اللي بده اياه. هلا هاي الخطوه لمين بعملها؟ بعملها باحد امرين، اما لما بيكون عندي مدير الشركه فبعمل له اياها على كمبيوتره اذا احتجت هذا الشيء، مو دائما، اذا احتجت هذا الشيء. مدير الشركه، في بعض مدراء الشركات عندهم هيك طبع انه اخي انا بدي شيل برامج مثل ما بدي، بدي نزل برامج مثل ما بدي، بدي اعدل، بدي اساوي، انا بفهم شوي بالتكنولوجيا كذا. اوكي خلص تفضل مساويك هيك وخلص السيره. وفي احيان انا اضطريت عليها كمان، مو مدير شركه، موظف تبع الجرافيك ديزاين، انه هو عنده مثلا كل فتره وفتره بيقيم الفوتوشوب، بيحط فوتوشوب، بيغير، بيساوي. بعض البرامج تتطلب اذونات اداريه انه هو اللي يشتغل، والله برنامج فلاني ما بيشتغل غير انه ما يكون معه صلاحيات اداريه اليوزر هذا. طيب ما بيشتغل، ما بيشتغل خلاص ما حيشتغل. طيب ما استفدنا شيء هيك، مضطرين نحن نعطيه اذونات اداريه. اوكي بهالحاله انا مضطر فبعطيه اذونات اداريه على جهازه. هي احدى او هي الحالتين فقط اللي انا ممكن الجا لهيك شغله. هلا بعد ما ضفناه خلاص صار هو يشتغل وكانه الكمبيوتر صار بقى كمبيوتر الشخصي، يعني بيقدر يقيم برامج، بيقدر يحط برامج، بيقدر يعدل الاي بي، بيقدر يعدل الساعة، بيقدر يشتغل كل شيء. تمام، لكن انا هون بقى بنبهه انه انت تصرف في حذر، ما تفوت الاراني مالك شغل فيها، اذا في ملكك انا مضطر لهذا الشيء. واضح لهون؟ ايوه استاذ، واضح استاذ، بالنسبة لي في تمام. اي سؤال؟ لا استاذ لا تمام. استاذ، تمام طيب بنرجع للسيرفر. كنا احنا طبعا هون انا اذا بدي اعمل ادمن على الشبكه بجي لهون من الممبر اوف. طبعا عندي عده طرق، اول طريقه ممكن هاي، اجي لهون في عندي جروب اسمه دومين ادمنز، انا بس ضفته لهي الجروب صار هو ادمنستريتر على الشبكه. صار حتى اذا هو بده يروح يطلع الكمبيوتر من الشبكه، من هون بروبرتيز اجينا لهون ورحنا على مثلا سيستم بروتكشن، طبعا لانه هون انا ما عملت ساين اوت، لازم اعمل ساين اوت ساين ان لحتى يطبق لي اياها. اذا هون بدي اجي لهون اقول له تشينج ورجعه ورك جروب، اكتب هون اسم ورك جروب، قول له اوكي انا لما بيكون معي صلاحيات دومين ادمنز فيني احط اليوزر هذا او اليوزر تبعي نفسه، وانا فيني اطلعه من الشبكة، مو ضروري يكون اليوزر اللي هو ال شو اسمه الادمنستريتور الاصل. هلا في عندنا دي اس سي بي سيرفر، خلينا نجي نقول نكست. في شيء تاني بدنا نحن نصبه من الفيتشرز الإضافية؟ ما في شيء تاني هلا حاليا، نقول نكست نكست انستول. من هون اللي إذا بدنا نعمل له ريستارت للسيرفر اوتوماتيك أو انستليشن مباشرة من دون ريستارت إذا كان هو ما بده ريستارت.
هلا نزل لي الفيتشر اللي اسمه او الرول اللي اسمه دي اس سي بي، طلعت هون وطلعت هون. ممكن انا كمان اخذها من administrative tools، ممكن تكون موجودة بيناتها. هلا اذا شغلنا دي اس سي بي، طبعا مثل ما حكينا دي اس سي بي هي رول بتعطي اي بيات عبر الشبكة، فأنا إذا بدي أعطي أي بي بشكل أوتوماتيك لازم أنزل هذا البروتوكول أو هاي الرول. هلا نجي لهون، في عنا شيء اسمه أي بي فيرجن 4 أي بي فيرجن 6. إذا كان أنا بدي عندي الأي بيات بالشبكة فيرجن 6، بروح على الفيرجن 6 وبساوي الإعدادات تبعها. إذا كان الأي بيات مثل ما إحنا هلا موجود عندنا الفيرجن 4، فأنا بروح على الفيرجن 4 وبلش عملية كونفيجريشن تبعها. طبعا انا وقت انكبست على الفيرجن 4 مباشرة اعطاني كونفيجر دي اس بي سيرفر. بيفور دي اس بي سيرفر كان ايشو اي بي ادريسز، يو ماست كرييت سكوب اند اوثرايز دي اس بي سيرفر. انا عم يقول لكم هون السكوب شو هي، رينج اوف اي بي ادريسز ذات از اساين تو كمبيوترز ريكوستنج دايناميك اي بي ادريسز اوثرايزيشن اند سكيورتي بريسنشن ذات انشورز ذات اونلي اوثرايز دي اس بي سيرفرز رانز اون يور نتورك. يعني معنى هذا الكلام انه عندي مني السكوب اللي هي مثل كونتينر او مثل مكان بيكون بقلبه منه في اعدادات للاي بي ادريسز اللي هي الرينج اللي انا ممكن انا استعمله ليعطي اي بيات للشبكه الموجوده عندي. فاذا جيت لهون انا قلت له زر يميني قلنا له نيو سكوب، ماشي، من هون نيكست بيقول لي شو النيم تبع هاي السكوب، من اللي مثلا دايت إذا أنا عم حط على حسب اسم الدومين عندي، بيقول لي شو بدك يبلش من أي أي بي وينتهي بأي أي بي. هون عندي أنا مثلا بقول له، طبعا هون أنا لازم أنتبه لشغلة إنه أنا ما لازم أعمل شيء اسمه أوفرلاب أو كونفليكت بين الأي بي أدريسز الموجودين أوريدي عندي مني. يعني السيرفر اللي عندي شو الأي بي أدريس تبعه؟ 7.22، معناته أنا لازم أعطي رينج بحيث إن هذا الرينج إما إذا كان هذا الـ IP اللي عندي واقع ضمن الرينج اللي أنا بدي أساويه فبعمل له استثناء، أو بعطي رينج برا هذا الـ IP. فأنا عندي من 7.22 ممكن أنا أبلش بمثلا 7.200 مثلا هيك. كم جهاز عندي؟ على حسب عدد الأجهزة الموجودين عندي. عندي أنا مثلا 50 جهاز بالشبكة أو 30 جهاز ولنفرض، وأنا بحط له ببلش ابتداء من 7200 وانتهاء 230. طبعا اللينث لحاله جابه الكلاس بي مثل ما نحن كنا أخذينه من قبل، على حسب الكلاس تبع الاي بي ادرس. فهو اللينث تبعه 24، يعني نتورك اي دي تبعه هي 3 اوكتيك، فأخذها لحاله. اوكي، فانا عندي اول اي بي ادرس بياخده بتاخذ الاجهزه على الشبكه عندي المتصله بهذا السيرفر 200، واخر واحد بياخذ 230. طبعا هذا الحكي على تعدد الاستخدامات ممكن يختلف. فانا عندي العمر تبع الليز، هي شو هي الليز؟ الليز هي عباره عن فتره فترة إعارة. يعني هلا بمبدأ الـ IP address والـ DSCP الأجهزة بتعتمد على مبدأ الاستعارة. شو يعني استعارة؟ يعني أنا عندي جهاز، هذا الجهاز حياخذ الـ IP address هو 127.200.7.200 من السيرفر، تمام، حيستعير هذا الـ IP address لمدة أقصاها 8 أيام. فبعد 8 أيام لازم الاي بي ادرس هذا يتجدد باي بي ادرس ثاني. فممكن هذا الجهاز ياخذ هلا اليوم 2 3 7200، بكره او بعد بكره او اللي بعده ممكن ياخذ 7201 202 على حسب. فمو بالضروره انه هو ياخذ نفس الاي بي مره ثانيه، او ممكن ياخذ نفس الاي بي مره ثانيه، مو بالضروره هذا الحكي. انتهينا. بيجي بيقول لي هون اكسكلوجنز، هذا الاكسكلوجنز هون بيقول لي انه حط الاي بيات اللي بدك اياها بنعمل لها اكسكلوجن. فانا اوريدي هون اذا مثل ما حكينا شفنا الاي بي ادرس تبع السيرفر، لو كنت انا قايل له 7.1 ل 7.100 او 7.200، ماشي، فبيناتهم في 7.22 تبع السيرفر.
بيناتهم في عندي الراوتر اللي هو 107 بيناتهم، اذا كان ال 100 انا فهو الراوتر برا المجال، اذا كان 200 لا جوا المجال، معناته انا لازم استثنيه. اذا كان عندي سيرفر تاني ثالث رابع، عندي مثلا اي جهاز على الشبكه انا عاطيه ستاتيك اي بي، لازم هون حط الاي بي تبع هذول الاجهزه. هلا انا بالمثال تبعي طلعت برات الرينج كلياته تبع الاجهزه الموجودين عندي، فخلاص ما في مشكله، فما في داعي انا لاعمل اكسكلوجن لاي حدا. بيجينا هون نيكست، اللي هو الليز تايم او الليز دوريشن، مثل ما حكينا هي فعليا او باي ديفولت من ديان فيني انا حط يوم. ليش يوم؟ يوم انه انا هاي الجهاز هذا اخذ الاي بي ادرس خلص لمدة يوم، لازم تاني يوم ياخذ اي بي ادريس تاني، او 8 ايام باي ديفولت حسب. هلا انا خليها ديفولت ما في مشكلة عندي. هلا عم يقول لي في شيء اسمه كونفيجر دي اس تي بي اوبشنز، الاوبشنز اني انا عين له خيارات تانية، يعني فهمه مين الراوتر اللي عندي، مين السيرفر اللي عندي، مين كذا، في خيارات تانية بدك تعملها كونفيجر او لا. هلا حنقول له لا بعدين بنشوفها نحن. هلا نيكست فينش. انا هون انشات السكوب اللي عندي، لاحظوا انه نزلت هاي الشغله اسمها سكوب، وبين قوسين الاي بي ادرس تبع او الرينج او السب نت او النتورك اي دي تبع هذا الاي بي، زائد بعد منها دايت سكوب اللي هي اسم السكوب. هاي فوق حاطط لي هو اذا شايفين انتو ستوب احمر، يعني انا لسه السيرفس ما له شغاله عندي، ماشي. فعمل لي هون كان هو شو قايل لي هون كونفيجر، هلا شو صار عندي شيء اسمه اوثرايز. اوثرايز معناها اني انا اسمح او خول، تخويل يعني باللغه الانجليزيه ترجمتها، انه انا اسمح لهذا السيرفر انه هو ياخذ الصلاحيات بحيث انه هو يوزع ويتخاطب مع الكمبيوترات على الشبكه وياخذ الاي بيات ويعمل له اساينمنت للاي بيات هي للشبكه. فبيجي هون زر يميني بقول له اوثرايز، في مكان هون كان محطوط فيه اوثرايز ليكا، لا افهم، لا استنى شوي، في انه بيعطيني اياها في اوثرايز. طيب خلينا نعمل له اكتيفيت الاول. هلا اوكي ليك اوثرايز على السيرفر، حط لي اياها، كان يعطينا اياها من زمان على الاي بي 4، هلا على السيرفر في شيء اسمه اوثرايز. هلا صار السيرفر اوثرايز، عملنا ريفريش F5، لاحظوا صارت صح خضراء. هلا عندي انا السكوب، شايف راحت كلمة الاوثرايز وكذا هون، بعدين انا بيجي بعملها لهي اكتيفيت، كان في اكتيفيت هون صار دي اكتيفيت، هاي ريفرش. هلا اموري صارت شغالة تمام. هلا كيف بعرف انا انه ممكن ياخد اي بي او الجهاز ممكن هو يكون اخذ اي بي او لا؟ من الويندوز اللي عندي، فانا بيجي لهون على الويندوز. طبعا انا هلا لحساوي العملية لحتى نشوف اي اي بي اخذه، لكن انا بدي اضطر اول شيء شو اعمل، قيم الستاتيك اي بي من ال شو اسمه من الويندوز. طبعا هو الاتصال رح يفصل لانه انا عندي مني عامل ريموت ديسكتوب، لكن هون حقول له اوبتين اي بي ادرس اوتوماتيكلي. اوكي اوكي رح يفصل هلا هو. هلا هون الادرس بول هاي، هون انا فيني اعدل الرينج تبع الاي بيات، فانا بيجي من هون بقلب منها فيني اشوف الاي بيات اللي باي اي بي بيبتدي واي اي بي بينتهي بالنسبه للاي بيات اللي انا بطرحها للشبكه. في عندي الادرس ليسز، هاي الادرس ليسز معناها انه انا اشوف في اجهزه اخذت اي بيات عندي. فلاحظوا انا عملت ريفريش بالكيبورد او هون زر يمين ريفرش، لاحظ انه طلع عندي جهاز اي بي 7200 اللي هو اول اي بي اخذه، ولاحظوا هون المعلومات تبعه وامتى الاكسبيريشن تبعها،
ملاحظين 14 11 يوم قديش؟ 6 6 و8 14، معناتها الاي بي هذا بينتهي وقت الاستعارة تبعه بعد 8 ايام. اسم الكمبيوتر اعطيني اياه هون، والاي بي ادريس اعطاني اياه هون. بروح انا لهذا لهون، وقف هذا ما عاد يشتغل، فبرد انا بعمل كونكت جديد. شايفين رجع لي كل شيء مثل ما كان. إذا جيت لهون أنا، لاحظوا 700. هلا وشايفين هون دي اس سي بي سيرفر مين هو؟ 722. طبعا الكمبيوتر اخذ اي بي ادرس لكن ما له اخذ انترنت، السبب انه انا اخذه من السيرفر هو، فبالتالي ما في شيء اسمه ديفولت جيت واي لإله، وبالتالي ما له اخذ انترنت. هلا اذا بدي اخليه ياخذ انترنت، انا بدي فهمه بقى من طريق الدي اس تي بي اوبشنز مين هو الراوتر ليصير يعطي ديفولت جيت واي للاجهزه. فبيجي انا في عندي شيء اسمه سكوب اوبشنز كونفيجر اوبشنز، من هون في عندي شيء اسمه راوتر. طبعا في عندي غير شغلات، في تايم سيرفر، اذا كان انا عندي سيرفر خاص بالوقت فيني احطه هون، في شيء اسمه نيم سيرفر، في عندي دي ان اس سيرفرز، طبعا هو اوتوماتيك اخذ دي ان اس سيرفر لحاله، لكن انا اذا حبيت اضيفه من هون فانا بخير له بحط له من هون، اما بسميه من هون هو شو كنا حاطين احنا دي سي، وبقول له ريسول. شايفين من عن طريق خدمة الدي ان اس قديش مهمة؟ مباشرة بس انا حطيت اسم الدي سي لحاله جاب لي الاي بي تبعه، وانا قلت له اد. فانا بالحاله هاي شو بصير؟ بصير انه هو هلا دي اس سي بي لما بياخذوا اجهزه منه، اجهزه بياخذوا اي بيات لحالهم، بياخذوا بيحطوا الاي بي تبع الدي ان اس سيرفر بمكانه المناسب. هلا لما بيجي على الراوتر هون، الراوتر بقول له الاي بي تبعه، طبعا ما عندي انا يعني الراوتر هون كسيرفر يعني، لهيك ما له اسم، هو عبارة عن جهاز، فأنا بس بحط له هون الأي بي تبع الراوتر وبقول له أد. هلا بالحالة بقول له أبلاي هون، لاحظوا في عندي دي إن إس سيرفر 722.707 اللي هو الراوتر. هلا بيجي لهون أنا بنعمل ريفريش، طبعا هلا لحتى خلي هذاك الجهاز ياخذ مرة ثانية الأي بي مظبوط، بيجي لهون بفتح السي إم دي ipconfig/renew. renew يعني رجع جدد لي الـ IP address. لاحظوا شو صار، نزلت عندي شي اسمه default gateway، رد أخذ نفس الـ IP مرة تانية، طبعا أخذ default gateway 107، صار في إنترنت عندي أنا. إذا جيت لهون أنا شيكت وشفت configure أو change adapter settings من هون status details، لاحظوا صار في عندي شيء اسمه اي بي فيرجن 4 ديفولت جيت واي نزلت عندي. دي اس سي بي سيرفر مين هو؟ دي ان اس سيرفر كمان مين هو؟ وكان وصار عندي مني دي اس سي بي انيبل، صارت يس تمام لهون. تمام صح. هلا هيك انا ساويت الشبكة عندي، صرت انا اتحكم بالاي بيات، صرت انا اتحكم بامتى الوقت تبعهم، الرينج تبعهم، الاجهزه تاخذ اي بي من عندي، بحس انه انا يعني مثلا هلا هي فائده بالنسبه اللي هي بدل ما انا اساوي ستاتيك اي بي. يعني مثلا هلا ولنفرض انه مثلا الراوتر عندي غيرته لسبب من الاسباب، واضطريت اني انا اغير الاي بي ادرس تبع الراوتر، وعندي 100 كمبيوتر بالشبكه، فلو كنت انا عامل ستاتيك اي بي لهال 100 كمبيوتر هدول، فبدي اضطر فوت عليهم 100 مره، كل كمبيوتر مره واحده، روح لهونيك اقول له اي بي ادرس اي بي كونفيج سلاش رينيو. طبعا هلا في عندي تعليمات ثانيه بالنسبه للاي بي كونفيج، هي مهمه التعليمه. اول شيء اي بي كونفيج لحاله تعطيني الاي بي فقط، طيب اي بي كونفيج سلاش اول بتعطيني كل شيء،
هذا شفناه. هلا اي بي كونفيج سلاش ريليز، طبعا ما حساويها لا لانه حيفصل الكونكشن، معناها انه اترك الاي بي لا تاخذه ماشي. فانا هون بيكون هو اخذ اي بي اللي هو 7200 تمام. وقت انا بقول له ريليز فبيترك هذا الاي بي، برجع بيضطر اقول له رينيو مره ثانيه. بس قلت له رينيو انا مثل ما سويته من شوي، برجع بشيك مع السيرفر بشوف شو في اي بي ادرس فاضي، برجع بياخذ اي بي ادرس ثاني، او ممكن ياخذ نفس الاي بي مره ثانيه. في عندي تعليم الثالثه او الرابعه اللي هي فلاش، شفناها امبارح اللي هي فلاش دي ان اس. الفلاش دي ان اس معناها انه هو عم يفرغ الذاكره المؤقته اللي اخذ فيها هو اتصال او اي بي مع دي ان اس سيرفر. بهالحاله هي وقت الجهاز بيعمل معي مشاكل انه مثلا ما بيقدر يشوف السيرفر مزبوط، ما بيقدر يشوف النتورك منيح، ما بيتصل على النتورك بشكل نظامي، في عندي مشاكل بشكل عام كذا هالقصص هاي. انا هون بضطر اني اعمل له هاي التعليم، بحس انه اخليه اعمل مثل عملية ريفرش للذاكرة الاساسية تبع الدي ان اس والكاش اللي عنده، بحيث انه تكون اموري نظامية وشغالة على التمام. هلا في عندي شيء اسمه ريزرفيشنز. الريزرفيشنز هون اذا كان بدي انا جهاز ياخذ من الدي اتش سي بي نفس الاي بي دائما. يعني مثال عندي انا الراوتر مثلا الاي بي تبعه 107، او عندي انا السيرفر من السيرفرات او ايا يكن اي جهاز، يعني بدي انا ياخذ دائما الاي بي اللي هو 722 مثلا، مثل هذا السيرفر اللي انا فيه ماشي مثلا تمام. طبعا مو نفس السيرفر اكيد، رح يكون سيرفر ثاني. وهو واقع ضمن نفس السكوب، يعني انا عندي مثلا انا عملت سكوب بين 200 و 230، في عندي جهاز من الاجهزه وايا يكن بغض النظر عن شو هو، لكن انا بيهمني انه هذا الجهاز دائما ياخذ الاي بي 7200 مثل هذا الكمبيوتر اللي عندي تمام؟ اكلام اوكي. فانا بجي لها ببساطه على شيء اسمه ريزرفيشنز، وبقول له نيو ريزرفيشن، وبقول له مين هو الاسم تبع الجهاز هذا، شو الاي بي اللي يخليه ياخذه دائما، وبروح بجيب الماك ادرس تبعه. طيب كيف انا بجيب الماك ادرس تبعه؟ ببساطه عندي عده طرق، اما الطريقه المتعارف عليها انا يعني بشوف الاي بي ادرس من نفس المكان، في عندي شيء اسمه اي بي ادرس، ماك ادرس عفوا، اللي هو فيزيكال ادرس. هذا الفيزيكال ادرس هو الماك ادرس تبع كرت الشبكه تبع هذا الجهاز، او عن طريق تعليمه السي ام دي بقول له من هون اي بي كونفيج سلاش اول، من هون بيجيب لي كمان هو شيء اسمه فيزيكال ادرس. فبروح انا باخذ هذا الفيزيكال ادرس، بروح على السيرفر على دي اس سي بي بحط له اياه هون، اذا بدي اشرح له ديسكريبشن بحط له اياه، ما بشرح له خلاص اوكي. بعدين بقول له هون سبورتد تايبس اما بوت بي او دي اس سي بي او بوث. البوث يعني اثنيناتهم. طب الدي اس سي بي فهمناها، شو البوت بي؟ البوت بي انه هو ياخذ اي بي لحاله بعد ما انه هو يحاول ياخذ اي بي من الدي اس سي بي، ما قدر يعمل اساين لحاله لاي بي ادرس لوكال تمام، يعني شبه عملية الستاتيك اي بي، لكن هو بيعمل الخطوة الاولانية اللي هي انه يحاول ياخذ اي بي من السيرفر او بوث خلاص على الجهتين، هو باي ديفولت بيكون محدد البوث. هلا اذا انا قلت له اد شو بصير؟ بنزل لي هون الجهاز اللي انا ضفته اعداداته، وبيخلي لي دائما على الشبكة انه الجهاز اللي ماك ادرس تبعه كذا ياخذ الاي بي اللي اخره 200، خلاص انتهينا. صار هذا الجهاز كل ما اتصل على دي اس بي بيقول له اعطيني اي بي رقم 200، انا عدلت انا زاويت خلاص اي بي 200 رايح لهذا الجهاز يا دي اس بي. اعطي كل الاجهزه اي بيات مختلفه، لو عملوا رينيو لو عملوا شو ما كان اعطيهم اي بيات مختلفه، الا هذا الجهاز لو عمل شو ما كان ما تعطيه غير الاي بي رقمه 200. طب انا شو بستفيد بهالشغله هاي؟ نستفيد لما بيكون مثل ما حكينا عندي سيرفر تاني وانا بدي اكون عرفان الاي بي ادرس تبعه، بس بدون ما اعمل له اياه ستاتيك، بدون ما احط ستاتيك بايدي تمام. فبذلك انا بحط هي الشغله. هلا في عندي ميزه يمكن تكون جديده عليكم،
إذا كان أنا بدي حاطط عندي كرت الشبكة، وكرت الشبكة هذا أنا عامل له إعدادات تي اس سي بي. خلينا نروح للكمبيوتر هونيك لنشوفها بشكل أوضح. إذا جينا لهون جيت لهون على دي اس بي 4 على الاي بي 4، لاحظوا عندي هون اوبتين اوبتين، تمام اوكي اموري تمام لهون. طب في عندي انا شغله اسمها الترناتيف كونفيجريشن، انا لما عملنا هون يوز ذا فولوينج اي بي ادريس اختفت التاب تبع الترناتيف كونفيجريشن، تمام. لما رجعت فعلت التاب تبع الاوبتين ردت رجعت الالترناتيف كونفيجريشن. شو هي الالترناتيف كونفيجريشن؟ معناها انه هي اعدادات اضافيه فيما لو جهازي ما قدر ياخذ اي بي ادرس، يعني لسبب من الاسباب عندي التخاطب بين الكمبيوتر تبعي والدي اس بي سيرفر انقطع، او ما رضي الدي اس بي يعطي اي بي لهذا الجهاز، او الانترنت ضعيفه، او صار في مشكله، او ايا يكن. المهم النتيجه شو؟ ان جهازي ما قدر ياخذ اي بي ادرس من الدي اس بي سيرفر. طيب شو بصير عندي انا بالحاله هاي؟ بوقف؟ لا ما بصير وقف. طب هو بالحاله الطبيعيه حيوقف، لكن انا مشان اهرب من موضوع انه يوقف وبدي ياخذ اي بي من نفس رينج معين انا بدي اياها، فيما لو هو ما اخذ من الدي اس بي سيرفر، بروح بحط له شيء اسمه الترنت ادرس او كونفيجريشن، بحط له اي بي ادرس من الشيء اللي انا بدي اياه. طب شو بصير هون؟ بصير كالتالي، عندي دي اس بي سيرفر شغال اوكي، ولنفرض وقف الدي اس بي سيرفر، فهذا الجهاز لازم حكما يكون في اي بي ادرس، ما بصير يكون بدون اي بي ادرس. طيب شو الحل؟ وقف الدي اس بي سيرفر، لما اتصل هذا الجهاز على الشبكه ودخل على الشبكه طلب اي بي من السيرفر، السيرفر ما رد عليه لانه واقع واقف، ما شغال. طيب بالحاله شو بده يصير؟ بده يصير الجهاز ما حيقدر ياخذ اي بي. طب انا ما اشتغلت هيك؟ لا، بس هو يعمل عده محاولات وما يقدر ياخذ اي بي ادرس لحاله، بيروح على الالترنت كونفيجريشن وبيعمل اساين وبيشتغل على الاي بي ادرس اللي انا بحط له اياه هون. مثلا انا قلت له خذ الاي بي ادرس 201 مثلا وخلص، وكمل على بقيه الشغلات اللي انا بحط لك اياها وبحط بقيه المعلومات. هلا قلت له اوكي، لما بيصير هي المشكله مع الدي اس بي سيرفر ما بيقدر ياخذ هو اي بي، فأنا فيني بكل بساطة أتصل عليه عن طريق 7201، فأنا برد علي وبشتغل وكأني أنا عامل له هون use the following IP address. هذا الفرق أو هاي الميزة الموجودة ضمن الويندوز، يمكن أغلبيتكم ما انتبه لهي الشغلة، لكن هي موجودة وميزة رهيبة يعني صراحة، لكن قلما يتم استخدامها بسبب إنه أغلبية الأوقات عم يكون DHCP سيرفر شغال، فما في أي مشكلة فيه. وبالتالي بياخذ اي بي وبيشتغل بكمل نظام، تمام لهون؟ تمام تمام. أستاذ. في اي سؤال عندكم؟ بس تمام. هلا هون انا اذا حبيت شوف شيء معين بقلب اعدادات الدي اس بي فيني اخذ البروبرتيز تبعها. هون عندي مني اوتوماتيكلي ابديت ستاتستكس، هاي ستاتستكس يعني مثل احصائيات. فيني انا افعل شيء اسمه اوديتنج اللي هي مراقبه اذا صار عندي اي مشكله. الدي ان اس لحاله بيكون اخر دايناميك دي ان اس مشان اذا في شيء عنده مشكله ممكن ياخذها. الفلترز انا فيني اطبق عليه فلترز من ناحيه الماك ادرس او شيء. الفيل اوفر اذا كان انا عندي كمبيوتر تاني او سيرفر تاني عليه دي اس سي بي، فممكن يصير في عندي شيء اسمه فيل اوفر. فيل اوفر يعني اذا واحد وقع التاني بيحمل عنه بنفس الوقت. الادفانسد هون شغلات اضافيه، اذا في ما لو انا بدي اعمل اي شيء اضافي. طبعا بشكل عام هدول نحن ما نقرب عليهم زياده طالما انا اموري شغاله. هلا بيجي واحد بيقول لي طب انا ليش لاعمل دي اس بي سيرفر طالما انا اموري شغاله عم باخذ اي بي اساسا؟ الاي بي اللي انت عم تاخده كنت من قبل هو اي بي جاي من الراوتر، فبالتالي الراوتر هو عليه اوريدي دي اس بي سيرفر، هو عم يعطي اي بيات للاجهزه، فبالتالي انت بشكل عام مالك محتاج انك تحط شيء اسمه دي اس سي بي سيرفر بقلب السيرفر تقدر تشتغل عليه انت بشكل يدوي مثل ما شفنا نحن. لكن اذا فيما لو انت حبيت تعطي رينج تانية او تخصص امورك بشكل مخصص، او
يعني تعمل اي اعدادات بدك اياها بشكل انت يكون مطلوب منك، فانت ممكن تلجأ لهي الطريقة وتنصب الدي اس بي على السيرفر. تمام لهون؟ تمام استاذ. تمام. يس اللهم صل على النبي. طبعا هلا في شيء ثاني احنا عندنا بالنسبة للرولز. هاي اذا انا بدي اضيف الهايبر في على السيرفر اللي عندي، الهايبر في على السيرفر اللي عندي معناه انه انا هون فيني انا فعل عليه الهايبر في واقدر اشتغل وانزل السيرفرات عليه ضمن السيرفر اللي عندي، بحيث انه انا يكون عندي اكثر من سيرفر بنفس الوقت. هاي الميزة فيني انا اشتغل عليها. بالنسبة للريموت ديسكتوب مثل ما حكينا في عنا طبعا نحنا اذا بنفعلها بصير هيك بالحالة. هلا في نقطة كمان لازم تعرفوها، لا بالنسبة للويندوز سيرفر بيخليني اني اعمل ريموت ديسكتوب لاثنين يوزر بنفس الوقت على نفس السيرفر. هلا انا هون بالويندوز كلاينت اذا عملت ريموت ديسكتوب، انا هلا عامل ريموت ديسكتوب، اذا اجى واحد تاني ومع اليوزر هذا وعم وفتح الريموت ديسكتوب من هون على جهازه هو وراح للاي بي تبع الجهاز اللي عندي، يعني مثلا خليني هون رح سكرها لهي انا ورح افتح برنامج مثلا هيك، لا على التعيين، لا مثلا هيك بس عشان نشوف في فرق. جيت لا طبعا خليني اول شيء انا او مفتوحه هي خلص تمام. انا هلا بعرف الاي بي تبع هذاك الكمبيوتر، فبجي على السيرفر مثلا بقول له من هون، فتت لهون انا حاعمل مور تشويس، رح اختار يوزر تاني رح اقول له من هون دايت سلاش باك سلاش اي دوت سلام. طيب شو اللي حيصير هلا؟ اللي حيصير انه السيرفر اللي عفوا الكمبيوتر اللي هون اللي السيشن هاي المفتوحة رح تسكر من هون وتفتح بالريموت ديسكتوب اللي انا هفتحه من هون. فاذا قلت له هيك اوكي، هاي لي اوكي السيرتيفيكيت كذا، بعدين هشرح لكم اياها شوي تاني. لاحظوا انه هو فتح لي اليوزر تبع هذا اللي وفوق هون سكر السيشن هذيك. ليش؟ هو عمل كلوز للسيشن هذيك ترمينيشن وفتح لي السيشن عندي هون على الريموت ديسكتوب. فهذا الحكي شو معناه؟ معناه اني انا ما فيني استخدم او فوت على نفس الكمبيوتر ككلاينت بي سي باثنين يوزر بنفس الوقت، بينما بالسيرفر بيخليني فقط باثنين بنفس الوقت. طبعا اذا انا فعلت الريموت ديسكتوب سيرفيسز على السيرفر بيخليني، بس هي بدها لايسنس يكون عندي على السيرفر نفسه. فاذا جيت انا هون جربت قلت له اوكي يس، لاحظوا شو سكر هداك، اعطاني you have been disconnected because another connection was made to the remote computer. اذا قلت له اوكي سكر لي اياها، فهذا معناه انه فقط يوزر واحد بيقدر يعمل كونكت على السيشن تبع الويندوز كلاينت اللي هو ويندوز 10. طب انا اذا بدي اعمل سيرفر عندي انه هو ياخذ يعطيني شيء اسمه ريموت ديسكتوب كونكشنز للسيرفر اللي عندي، ايه بروح بعمل ريموت ديسكتوب رول ريموت ديسكتوب سيرفيسز نيكست نيكست بنزلها. طبعا هو هلا بده يقول لي انه انت شو اللي بدك تساوي. طبعا في الاعدادات وحده بيناتهم هي ريموت ديسكتوب لايسنسز، ماشي. اللايسنسينج هاي هي انا لازم احطها بحيث انه هو يعطي لايسنس لكل جهاز عم يشتغل عليه. تمام. في عندي شيء اسمه ريموت ديسكتوب ويب اكسس، اني انا عن طريق الويب مثلا بروح المتصفح بحط الاي بي تبع السيرفر هاد، في عندي مثلا الجيت واي، في عندي انا هلا انا ححط لا للتعيين هلا بهدول
انا بس عم اعملها تجريبية مش هنشوفه انتوا، يعني شوف في مزايا اضافية انا فيني استخدمها واستفيد منها بالنسبة للسيرفر، يعني مو بس موضوع والله صلاحيات ومستخدمين ولوج ان، لا في شغلات انا فيني استفيد منها كويندوز سيرفر. هاي شغلة. الشغلة الثانية، لا في شغلة بس خليني اشرح لكم اياها قبل، خلينا نسكر من هون نفتح عليه مرة ثانية. عندي على السيرفر مثلا على السي او وين ما كان، في هون فولدر اسمه تيست، ماشي. هذا الفولدر بدي اعطي صلاحيات لمستخدمين معينين فيه، بجيب عليه زر يميني بقول له شيء اسمه بروبرتيز. طبعا في عندي عدة طرق، يا اما بقول له جيف اكسس تو بختار يوزرات هون، يا اما بقول له شير، يا اما بقول له من هون بروبرتيز. في عندي شيء اسمه شيرينج، كله من هون ادفانس شيرينج. طبعا انا هي الطريقه بتبعها مشان انا اكون متاكد تماما ان انا عم بعطي صلاحيات للمستخدمين بشكل نظامي، ما يعد معي يصير اي مشكله بالشيرينج. بقول له شير ذيس فولدر، شو الشير نيم؟ طبعا انا اذا بدي اياه يظهر اسمه على اسم الفولدر الاساسي تيست، لكن اذا الشير نيم عندي شلون بيطلع فيني انا احط له اياه انذر نيم مثلا، ماشي. بيلي limit the number of simultaneous users to، كم أكبر عدد ممكن بيتحمل هذا الفولدر إنه يتم دخول المستخدمين عليه بنفس الوقت. طبعا هو حاطط رقم ضخم كثير، لكن هذا اعتمادا على قوة السيرفر والشبكة. طبعا هذا على حسب كمان عدد المستخدمين اللي أنا ممكن أعطيهم شيرينج له. في عندي شيء اسمه permissions. permissions هي الصلاحيات. الصلاحيات شو هي الصلاحيات؟ هي أن أنا هذا المستخدم أعطيه قراءة فقط، يطلع على المعلومات وما يعدل، أعطيه فقط تعديل من دون فول أكسس أو فول كنترول، ولا أعطيه فول كنترول. طيب شو الفرق بين تشينج والريد والفول كنترول والألاو والديناي؟ باي ديفولت هو أعطيني ألاو للريد للإفري ون. إفري ون يعني أي واحد على الشبكة موجود بضمن الشبكة بيقدر يقرأ لكن ما بيقدر يعدل. خلينا نجربهم واحد واحد. هقول له أوكي. هلا بجي لهون أنا من على الكمبيوتر هذا، رحنا على الشبكة، هلا حنفتح الدي سي. لاحظوا نزل عندي شيء اسمه another name. طب أنا كنت مسميه تيست، ليش صار another name؟ لأنه يعني أنا قلت له بالشيرنج أعطيه اسم الشيرنج هيك. فبفتح بيعطيني نقطة. بيجي أنا بقول له نيو، بقول له فولدر، بقول لي آسف أنا ما فيني أخليك تعمل فولدر أو تعدل شيء. طيب ليش؟ طيب ليش هو خلاني يفوت أصلا؟ لأنه أنا أوريدي موجود بالجروب اللي اسمه everyone، أو بالأحرى كلمة everyone هي عبارة عن إنه أنا أي حدا بهي الشبكة فيه يفتح ويشتغل، تمام؟ هلا بيجي لهم بقول له everyone. طبعا هذا الخيار خطر ما لازم ينحط، بس انا عم ورجيكم شو بصير بما انه انا عم حط صلاحيات. وتقول له allow change، يعني خلي التعديل يصير، خلي مين ما كان يقدر يعدل. بجي لهون بعمل ريفريش، بجي بعمل هيك نيو فولدر، قبل يحط لي فولدر. طيب عدل اسم الفولدر، قبل يحط لي اسم الفولدر. ديليت، قبل يروحوا. فهون انا بهالحاله هاي قدرت انا اعدل اللي بدي اياه. يعني طيب اجى واحد قال لي طب اوكي هلا انت سويت هاي العمليات وخلصنا، طب في شيء عندي هون اسمه فول كنترول. طب شو الفرق بين الفول كنترول والتشينج؟ الفرق انه اذا اي حدا اجى من برا وحاول ياخذ البروبرتيز تبع هذا الفولدر ويعدل شيء بالسكيورتي تبعه او بالاعدادات تبعه او بالشيرنج تبعه ما بيقدر. ليه؟ لانه ما معه فول كنترول. هذا الفرق بين فول كنترول والتشينج. لكن انا افضل اني ما اعمل او اشتغل على الافري ون، الافضل اني انا اشتغل على شيء اسمه اسم اليوزر او اسم الجروب. فهون بحط له هون اسم اليوزر وبشيل الافري ون. اليوزر هذا بعطيه تشينج، ما بعطيه اذا كان بده يعدل، ما بعطيه صلاحية ان هو شو
فول كنترول. فول كنترول هي ما بعطيها لليوزرات، ديروا بالكم، لانه بصيروا بيرجعوا عنده هن بصلاحيات المجلد. فانا بحط له تشينج منها، خلاص هيك انا ضمنت انه فقط هذا اليوزر او هذا هاي الجروب هن الوحيدين اللي بيقدروا يشتغلوا على هذا الفولدر، مو اي حدا تاني. هاي نقطة. النقطة الثانية، في عندي انا اذا حبيت فوت على سيرفر على الدي مثلا او السي، هلا اذا اجيت لهون السي البروبرتيز تبعها، في عندي الشيرينج نوت شير ادفانس شيرينج من هون، انا اذا بشارك محرك الاقراص بشكل كامل فبرمشه من هون، بايميل لافري ون بحط احمد سلام يوزر، وبخليه مثلا فقط ريد اونلي، بحيث انه هدول لاحظوا شلون طلعت عليهم اشارة الشير هيك شكل مستخدمين، بروح لهون برجع على الدي سي بعمل ريفريش طلعت السي، بعمل هيك طلعت السي قدامي. لكن خطر اني انا طبعا لاحظوا لو طلعت السي لو انا شاركتها ما بخليني افوت على فولدرات الناس التانية، في ناس تقول لك لا انا هيك بس انا شاركت السي معناتها اندرويد بفوت على كل شيء. طبعا غلط اني شارك السي، بس انا ما عندي دي او اي، لهيك انا شاركت السي بس مشان تشوفوا انتم شلون بيتم عملية مشاركة درايف وليس فولدر بس على الحل. فانا برجع بشيلها من هون على الشيرنج، كاتب لي شيرد هو ادفانس شيرنج، وبقيم الشير ذيس فولدر انه يس، واللي هو قال لي في ناس متصلين فايتين فاتحين هلا ملفات، بدأ اذا انت الشيرينج حيفصلوا هن، فبقول له ما في مشكله، بعمل ريفرش راحت السي. هلا برجع لهون في واحد حيسال حيقول لي طب انا شفت خيارين، في شيء اسمه سكيورتي وفي شيء اسمه شيرينج، شو الفرق بيناتهم؟ السكيورتي انا بتحكم اكثر بتفاصيل اكثر، الشيرينج فقط هو عاطيني ريد وتشينج وفول كنترول، لكن سكيورتي يعطيني اكثر. السكيورتي مثلا من هون الاساسيه هو اليوزر زون، جيت انا عملت هيك اديت اعطيني هو شوفه موديفاي ريد ان اكسكيوت ريد العاديه رايت، في شيء اسمه سبيشال بيرميشنز، فانا من هون فيني اعدل اكثر شوي، او في عندي خيار الادفانس بقلب ادفانس، في عندي شيء اسمه انهيرتنس. الانهيرتنس او الوراثه شو معناها؟ معناها اذا كان انا عندي فولدر هون تيست وانا انشات فولدر جواته اسمه انسايد، انسايد تيست مثلا، هلا لما بيجي انا باخذ الانسايد تيست هون بروبرتيز تبعها الشيرينج، طبعا ما انا عاملين شير لحالها، انا فيني اعمل لها شير لكن هي ما في داعي اعمل لها شير، ليش؟ لانه هي اوريدي موجوده دوات التيست الاساسيه، ولكن موجوده انسايد تيست وفيني افتحها واشتغل عليها. لكن اذا كان انا هي بدي اطبق عليها شيرينج مختلفه وبدي الغي الربط بينها وبين الشير الاساسيه تبع الفولدر الاب تبعها، فبيجي على البروبرتيز تبعها باخذ سكيورتي من هون ادفانسد بقول له ديسيبل انهيرتنس، عم يقول لي هو هون انه convert inherited permissions into explicit permissions in this object، يعني خذ نفس الصلاحيات فيك تعدل عليهم او remove all inheritance permissions. اذا انا remove روح لي كل شيء انا بدي ارجع ارد ساويه مره ثانيه. طيب اذا قلنا له من هون مره ثانيه قلنا له disable قلنا له convert خلي لي اياه هون، لكن هلا انا شو بعمل تعديلات على الفولدر الاب ما عاد ياخذها او تتطبق على الفولدر الابن الداخلي. في عندي شغلة هون اسمها الأونر، الأونر هو المالك، هذا الأونر هو اللي عنده الفول كنترول وهو اللي قام بإنشاء هذا الفولدر. أنا فيني أغير هذا الأونر وأحط أونر تاني مثل ما بدي، فيني أحط هون أي دوت سلام اللي هو اليوزر اللي عندنا، فصار هو الاونر. شو يعني الاونر؟ يعني هو بيتحكم بكل شيء بهذا الفولدر، بصلاحياته، بالسكيورتي اللي بقلبه، بالمستخدمين المتصلين فيه، بكل الدنيا اللي فيه. وعندي هون الصلاحيات الاساسيه، وانا هون فيني اعدل وفيني اشوف
شوف الصلاحيات. طبعا هو اللي بيفوتني بكتير قصص. هون اذا انا حبيت مثلا الشيرنج او الافكتيف اكسس، اذا اشوف مين هو اليوزر اللي عنده الاكسس الموجودة عليه. يعني عندي مني في كتير شايفينه فيو افكتيف اكسس، اعطاني انه انت شو في عندك اكسس على شو ما عندك في الكنترول. عندك كرييت فولدرز، رايت داتا، في عندك ريد اتريبيوتس اللي هن انه هذا هيدن او ريد اونلي او كذا. ما عندك خيار ديليت، ما عندك خيار ديليت سب فولدرز. هذا الخيار امتى بصير؟ لما انا بجي وبلغي له اياه من ادفانس. ماشي، طبعا انا ما حفظت كثير بهالقصص هاي، لكن بشكل عام بالنسبة لكم كشير عادية بكفي اني انا اقول له شير فولدر من هون، بيرميشنز، واعطي بيرميشنز من هون على حسب الشيء اللي انا بدي اياه. تمام لهون؟ تمام استاذ، نعم استاذ. في سؤال؟ انا عم بستعجل شيء ولا ماشي؟ تمام لا لا استاذ تمام 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 طيب هناخد بريك لربع ساعة ونرجع ان شاء الله. تمام استاذ ان شاء الله تكون عافية.